سادسة خمسة. طيب لماذا افتتح البخاري صحيحه بحديث النية؟ ليه البخاري افتتح كتابه الصحيح بحديث النية؟ العلماء تكلموا في ذلك كثيرا جدا بعدما ذكر باب كيف كان بدء الوحي وقول الله جل ذكره إن أوحينا إليك موحينا نوحا نبينا من بعده، وذكر الحديث بهذا اللفظ المختصر. العلماء ذكروا في ذلك كثيرا. أبو بكر الإسماعيلي متوفي سنة 371 قال ابن حجر عن هذا الحديث في الفتح أن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة لاعتقادهما أن ما أورده للتبرك فقط، بيعتقد أنه بيتبرك به. أبو سليمان الخطابي ذكر الأمر غير ذلك، قال أبو عبد الله صدر كتابه بحديث النية ليه؟ يقول إن شيوخ المتقدمين رحمهم الله بيستحبون تقديمه أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه. يعني كل عمل إحنا بنعمله لابد أن تسبقه نية. أنا مثلا أصبت بحرارة في جسمي فقلت أقوم أتوضأ عشان أبرد جسمي، هل يجوز لي الصلاة بها؟ لا، لأن لم تسبقه نية رفع الحدث. مظبوط ولا إيه؟ يبقى لابد من الإيه؟ من النية، لابد فيه من الإيه؟ من النية. تكلم فيها ابن الفخار والمهلب بن أبي صفرة، ابن الفخار قال لأنه متعلق طبعا بالمعنى أن الوحي الذي جاء به من الله سبحانه وتعالى، كل الوحي الذي جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله متعلق بأعمال القلوب، وأعمال القلوب هي الإيه؟ هي النيات. والحجة في ذلك وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك قال ربنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. والإقامة هذه مش إقامة ظاهرية، إقامة قلبية وإقامة ظاهرية. إلا أن خلاصة الأمر طبعا لما بنقرأ ابن حزم أحسن في ذلك، أحسن القول في ذلك. قال ابن حزم إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدرا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتطمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته، ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسبها ذكرها في ذلك المقام. مفهومة دي الكلام اللي احنا قلناه؟ الكلام اللي احنا قلناه الأولاني إن الرجل أعرض عن ما يفيد القرب إلى الله وترك الأمر المين لله سبحانه وتعالى. ابن الجوزي ذكر كلام، وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي يقول ينبغي لمن صنف كتابا أي كتاب أن يبتدئ في كل باب فيه بهذا الحديث، كل باب من الأبواب عايز يكتب قبل ما يكتب يكتب فيه إنما الأعمال بالنية، يذكره أن يجدد إيه؟ أن يجدد نيته. ابن دقيق العيد قال نفس الكلام، والكرماني وابن رجب الحنبلي وابن الملقن كلهم أجابوا على ذلك. لكن والبدر العيني فسر كذلك من شراح البخاري. البدر العيني اللي مكتوب في مصر في بلد أو مستشفى اسمه القصر العيني في القاهرة على اسمه بدر الدين العيني. هذا الحديث طبعا لا شك أن العلماء تكلموا فيه كثيرا، لكن أفضل ما قيل في ذلك بعد ما ساقوا أقوال العلماء قالوا نرجع إلى غرض البخاري نفسه. تعال نسأل البخاري، هل البخاري تكلم عن ذلك؟ لماذا أورد البخاري وصدر كتابه بحديث النية الذي قاله العلماء الأقدمين هؤلاء الإسماعيلي والخطابي وغيرهم وبدأوا يتكلموا عنه؟ إلا أن البيهقي قال سمعت محمد بن إسماعيل أي البخاري يقول قال عبد الرحمن بن مهدي من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، وقد استعمله البيهقي يقول وقد استعمل البخاري فبدأ الجامع الصحيح بحديث الأعمال بالنيات،
وقد أحسن ابن حزم وغيره في إبراز هذا المعنى، إبراز هذا المعنى. فالإشارة التي أرادها الإمام البخاري من الناس أن يجعلوا نصب أعينهم نيتهم لمين؟ لله رب العالمين، وألا يزكوا أنفسهم، إنما يتركوا الأمر دائما مفوض لمين؟ لله سبحانه وتعالى. عادة الناس في زماننا لما بتكلمي أنت عملت ليه الأمر ده، يقول لك إيه؟ كله لله، مش كده؟ ما أكثر هذا الكلام، وحتى الكتاب بيكتبوا كده، يقول لك والله من وراء القصد، أي قصد الله أعلم، الله أعلم أي قصد. فالمقصود هنا ليس تزكية النفس، إنما إيكال الأمر لمين؟ لله الذي يعلم السرائر والضمائر سبحانه وتعالى.